السلام عليكم الإخوان، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي إن شاء الله غادي نعطيكم التشكيلة الأنسب ديال المنتخب المغربي اللي تواجه المنتخب ديال مالاوي، وكذلك نعرفكم بالمنتخب المالاوي وتاريخ المواجهات ديالنا معاه. المنتخب ديال مالاوي المنتخب اللي تأسس في 1965-30 نوفمبر، والتصنيف ديالو الحالي في الفيفا اللي هو الرتبة 123، والنقاط اللي عنده المجمل ديالها باش وصل لهذا الترتيب هذا اللي هو كيبان ترتيب جد عادي، فهو حصل على 11040 نقطة. غنواجهوا هذا المنتخب ديال مالاوي ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2019، المجموعة الثانية اللي كتضم المنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني اللي غادي يكون هو البلد المنظم، وكذلك المنتخب ديال جزر القمر والمنتخب ديال مالاوي. لعبنا مع المنتخب ديال مالاوي 6 ديال المباريات في التاريخ ديال المواجهات ديال المنتخب المغربي معاه، ربحناهم في 4 ديال المباريات وتعادلنا معهم مباراتين، وما سبقش لينا خسرنا مع هذا المنتخب هذا، وان شاء الله ما غاديش نخسروا في المواجهه اللي تكون في هذا الاسبوع هذا. وسجلنا عليهم 10 ديال الاهداف وهما سجلوا علينا فقط هدفين. المنتخب المغربي الرتبه 46 عالميا، فهو متقدم بشكل كبير في التصنيف ديالو في الفيفا على المنتخب ديال مالاوي. وما هي التشكيله الانسب باش نواجهوا هذا المنتخب هذا وباش اننا نربحوه؟ ان شاء الله غادي نربحوه كاملين تفاؤل. القوه ديال المنتخب ديالنا في العناصر ديالو، فهو فرق كبير ما بينه وما بين الفريق ديال مالاوي، ولكن حذاري من الغرور وحذاري من الثقه الزائده، خاصه اننا خسرنا في المباراه الاولى ضمن تصفيات كاس افريقيا 2019 مع المنتخب ديال الكاميرون في الاراضي الكاميرونيه بهدف لصفر. المنتخب المغربي الان ما عندوش فرصه انه يضيع نقطتين او انه يضيع 3 نقاط، ونتمنوا من المنتخب المغربي انه يدخل المباراه ديالو ويسيطر ويقدم الاداء المعهود عليه كيف ديما. المنتخب ديال مالاوي هو فريق كيلعب اللاعب المباشر وكيعتمد على الالتحامات والقوه البدنيه ديال اللاعبين ديالو، والطريقه المثلى باش اننا ان شاء الله نربحوا وننتزعوا منه 3 نقاط هو اننا نلعبوا الطريقه اللي كنلعبوا بها 4-2-3-1، ونديروا اللاعب ديالنا الاستحواذ على اللاعب، الضغط العالي على الفريق الخصم في المنطقه ديالو، ونحولوها لهجمه عكسيه ومرتده اللي نصنعوا بها هدف. وان شاء الله المنتخب المغربي بالطريقه اللي كيلعب بها فهو قادر على انه يزعزع الاستقرار ديال الفريق منذ الدقائق الاولى، وان شاء الله ننجحوا في هز الشباك ديال الفريق المالاوي. والتشكيله الانسب للمنتخب المغربي في هذه المواجهه هذه ديال المنتخب ديال مالاوي هو اننا نلعبوا بالطريقه المعهوده علينا، الطريقه ديال 4-2-3-1، وايضا نعتمدوا على البيلي ديال الفرقه. كاين بعض الاخوه اللي يقولوا ربما اننا نعطيو فرصه للاعبين جدد انهم يلعبوا مع المنتخب المغربي كمزراوي، ولكن المشكله هو انه ما يمكنش انك تبدل العناصر الاساسيه ديال المنتخب. هنا غادي تلقى مشكل ديال الانسجام من الاحسن في هذه المباراه تخلي العمود الفقري ديال المنتخب المغربي، والشوط الثاني انك تعطي فرصه للاعبين الجدد اللي منهم نصير مزراوي. احسن تشكيله اللي من المحتمل انه يدخل بها ايرفي رونار في هذه المباراه هذه هو انه كاين الخياران ما بين محمدي وما بين بونو. حنا عارفين باللي اللاعب منير المحمدي عنده تواصل الان مع ايرفي رونار بشان انه ممكن يصرح ليه ويعطيه فرصه انه يرجع لاسبانيا باش يشارك مع الفريق ديالو مالاغا اللي كيلح وكيضغط على الدولة المغربي الحارس منير المحمدي على انه يواصل معهم في ظل انها مباراه ليست قويه للمنتخب المغربي، وهم محتاجين بحكم ان الفريق الاندلسي مالاغا باغا يرجع للدرجه الاولى من الدوري الاسباني. ربما انه رونار الى عطى الضوء الاخضر لمنير المحمدي ورجع فهو غادي يعتمد على بونو الشبكه، داكوستا وسايس في اللاكس بحكم انه كاين الغياب ديال القائد مهدي بن عطيه، كمدافع ايمن غادي يكون نابل درار، كمدافع ايسر غادي يكون اشرف حكيمي، وسط الميدان الدفاعي جوج لعابه اللي هو الاحمدي اللي غادي يكون رسمي، وفيصل فجر. علاش ما درتش بوصوفا والمكان ديال بوصوفا حطيت فيه اللاعب فيصل فجر؟ بوصوفا الان ما عندوش جاهزيه، ما عندوش تنافسيه مع الفريق الان اللي ما عندوش اصلا فريق باش يلعب معاه. حنا عارفين القصه ديالو مع الجزيره الاماراتي اللي اعلن الرغبه ديالو في الرحيل، وما عندوش عرض من اي فريق الان رسمي. اللاعب ما يمكنش اننا نعتمدوا عليه في وسط الميدان، من الاحسن نعتمدوا على فيصل فجر اللي عنده الجاهزيه مع الفريق الفرنسي كون فهو كيلعب بشكل رسمي، ولا ربما انه رونار يعتمد على بوصوفا غادي تكون غير العاطفه، ومن الاحسن ما تكونش العاطفه حاليا مع المنتخب المغربي
اي فريق اللي خدمتي العاطفه كيوقعوا بزاف ديال المشاكل. من الاحسن انك تعطي الاحقيه والاسبقيه للاعب اللي عنده الجاهزيه، والجاهزيه الان عند اللاعب فيصل الفجر. كنحط الاختيار الان ديال الاحمدي وفيصل الفجر امامهم اللاعب يونس بالهندا كمهاجم ايمن، حكيم زياش كمهاجم ايسر، نور الدين امرابط اللي بقى يتكروزه وحكيم اثناء المباراه، والمهاجم هو خالد بوطيب. هذه هي التشكيله الانسب للمنتخب المغربي بحكم انه كاين انسجام. وفي الشوط الثاني يعطيو فرصه للاعب نصير مزراوي، كذلك لاعب اخرين منهم ايوب الكعبي، وان شاء الله نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراه. هذه اذا الاخوان كنتمنوا كل التوفيق للمنتخب المغربي اللي ان شاء الله كنتمنوا انه ينتصر، وغادي ينتصر. المنتخب ديال المالاوي فهو منتخب مغمور، ماشي داك المنتخب اللي غادي يخلعنا. المواجهه ديالنا التاريخيه مع 6 مباريات ربحنا 4 وتعادلنا 2، يعني حنا عندنا واحد الافضليه، ماركينا عليه 10 ديال الاهداف وماركي علينا فقط 2. ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي. كل الشكر لخويا ايوب في الاخراج والمساعده ديالو في التصوير. كل الشكر لكم اخواني على الدعم الدائم. كنتمنى دائما الانتقاد الايجابي باش ان شاء الله نزيدوا نطوروا ونحسنوا في هذا المحتوى هذا. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.